روح خرج عليا. وهاد التحسين قلت لك ما تجي تحسنها. تفضل سي بودينا تفضل. الله يطول في عمرك يا خويا، الله يعزك سي ربح. مرحبا بك خويا، طولت عليا شويه. هارك عارف الامور كي دايره. هيا معي. اسمح لي بكي خاطر كلشي اسمح لي. تفضل سي عيسى تفضل. السلام عليكم. دوك دقيقه ونوليكم. سي بودينا لاباس؟ عيسى كيراك داير؟ الحمد لله. ايه راك تشوف رانا غايه. الحمد لله. خير ما جابك سي بودينا؟ يا خويا واش نقول لك، انا تلاقيت انا وسي رابح البارح، قال لي وديها باقي لي واحد شويه تاع البنتوره، الا باغي تجي تديها ديها عليها، هنيني منها. ايوا انا جيت عنده اليوم راك تشوف. لا فيه الخير. فيه الخير. انت علاه جيت؟ هانا ثاني المخلوق كاع النهار هو عيسى روى عندي. هاي سروة عندي، هاي سروة عندي، هي قلت إن شاء الله اليوم لا رحت له. مرحبا بكم. مرحبا، بارك الله فيك. تفضل سي عيسى. لا معليش سي رابح، خلي سي بودينا رئيسا كبيرا في عود بونا. لا اليوم غير هزر أنت، فهمت؟ أنا خلي لك تورزياسيو تتهضر، ما عنديش هضر على روحك. عودي غير هضر، على بالها بكل شيء. على بالها. شوف سي رابح. انا راني دبرت بروجي وزعما ودراهم راهم واجدين، ولي السيامه راه يخصني واحد المكتوب قليل فيه باش داك البروجي ما يدعليش، تخصني واحد البريكه. كاش مشكله سي عيسى، تعمرش كاع راسك. وانت سي بودينا واش خاصك؟ شوف يا ودي سي رابح، راني مستعجب غير في حاجه برك. الناس عندهم البريكات بزاف بالقناطر ويحوسوا يتسلفوا يا ودي. تحياتي ما لقيتش راسي. انا جيت نتسلف عليه غير زوج بريكات برك بزاف عليه يا ودي، وما نطالكش يا ودي يا سي رابح. شوف كاع مين فوت مين كتر كتر نقعد شهر ونص. هذا هو يا ودي، ما كان حتى مشكله، حنا رانا جيران نرفدوا بعضنا. شحال قلت لي سي عيسى؟ بريكه. ما كاش مشكله خويا، هاك ها بريكه، شوف فيها الغاز وكل شيء. ها تقدي ها بريكه تاعك. بريكه. وانت سي بودينار انت انسان كبير مقادروك هنا يعني في العماره، تجبت لك حاجه خير منه. قابسه زلاميتها فيها 100 حبه هاك. الو. اهلا فضيله لاباس، واش راكي انتيا؟ الحمد لله. شوفي راني محتاجه رابح، راه تما رابح. ما كانوش. علاه تحتاجيها؟ احتاجيته. هي معليش قولي لي نقولو انايا. لا والله راني باغيه نقول لك بصح راني حشمانه. شوفي سليمه، بغيتك برك توصي راجلك كي يتلاقى براجلي وك ما يقولوش شحال الدين اذا بغيتي ربي. راني باغي نقولو غير 30. 30 مليون. هي ما كانش مشكل كي يجي نقولو. هي راكي عارفه سليمه اختي، راني باغي ندس الباقي للعاقبه. صح صح يا حبيبتي، في هذا الزمان لازم تعملي عقوبه. هي نقولو معليش ما تخميش. هاي صحيتي ربي يحفظك وسمحي لي. هاي صحية بسلامة بسلامة عليك. أهلا سي رابح. سي مبارك كيراك لاباس شوية؟ أخويا ها مبارك عليكم. علاش؟ كيف علاش؟ بغينا نسمعوا جوارين ولا كيف؟ على ديك الزيادة اللي زادوها لكم. أخويا اش غادي نقول لك؟ جات في وقتها. مع اللي كنت نهضر مع المرأة وكل شيء، ومع اللي هي قديمة في الخدمة، زعما بانت لي شوية قليلة. لا ماشي قليلة سي مبارك، هي زادوها 20 مليون زيادة علينا. عندها 80 مليون فيها خير وبركة. شحال قلت لي؟ 80 مليون هي دات. 80 مليون؟ صح. تقوى معايا؟ لا صح، عندي صالح من بعد نولي إن شاء الله.
أيوا خويا شنو نقول لك؟ ربي يطول عمرك. صحيت 8 مليون. واش اخويا تدخل لا سلام لا كلام؟ وهاد التشنيفه غير الخير. على بالك بلي اللوطو تاعي قدامت وكاع العام راهي غابنتني، على سمع لي نبدلها. وانا ما قلت والو، ياك تفاهمنا تبيعها زيدك شويه دراهم وجيب واحده خير منها. بصح نقولك الصح، راني باغي نشريها من لا ميزونيا. 30 مليون ما عندها ما تدير. 30 مليون هذا غير النص. واش تقصد من كلامك؟ زعما انا راني داس عليك؟ راكي عارفه اش كاين. واش رانا متفاهمين؟ لوطو جديده نجيبوها قديمه. وانا نقول لك لوطو جديده. وانا راني نقول لك نجيبوها قديمه. لوطو جديده ولا دا شرع بيناتنا؟ صار اخويا دار الشرع بيناتنا. مبارك اراك ناسي هذا الدار على اسم من راها؟ لا قلت لك لوطو جديده باش نعلمك تسوقي. ولا الخبار شورى وما تلقاها وكان حتى بعقلية السكان نبوها دار الجيران وما كيفها حتى دار لو كان نحكي يا الاخوان ما صاري بدار الجيران يا شيقي وهذا فرحان واحد هاني والاخر محصان هذه هي دار الجيران لو كان نحكي يا الاخوان ما صاري بدار الجيران يا شيقي وهذا فرحان واحد هاني والاخر محصان هذه هي دار الجيران.